تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي درجة الدكتوراه الفخرية من سعادة توشكو كروستوفا رئيس الجامعة الأوروبية للعلوم التطبيقية بجمهورية بلغاريا الصديقة، تقديرا واعترافا بدوره البارز وسجله المشرق والمشرف في خدمة الأمن والمشاركة الفاعلة في الوقوف ضد ظاهرة الاتجار بالبشر ودفاعه عن حقوق الإنسان والذود بكل الوسائل عن حقوقه وكرامته البشرية، والذي تجاوز النطاق المحلي ووصل إلى العالمية. وأعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في كلمته عن مبادرة جديدة في هذا المجال، وهي العمل على إعداد برنامج الماجستير في حقوق الإنسان بأكاديمية شرطة دبي، مؤكدا السعي لتحقيق هذه الرؤية وتكليف سعادة اللواء خميس مطر المزينة بالإشراف على تنفيذ المبادرة. وقال معالي إن السمعة العالمية التي تتمتع بها شرطة دبي وجدت صدى في جميع المؤسسات الأمنية والعلمية والأكاديمية.